منال ما نحبوش كيما نقولوا ندخلوا برشا في الجد، خلينا يدخل في الكلام، خلينا نكونوا هكا كالم شويه. نحن على فكره فما برشا ناس يحبوك وحبينا نفتحوا المجال بينك اكيد وبين الفان والمتابعين المنال عبد القوي، وسمحنا لهم انهم يتفاعلوا اكيد ويسالوك اسئله عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. خلينا نستقبلوا بالكومنتير نقراوا مع بعضنا وانت يلا جاوبوا. يلا اعطينا الكومنتير الاولاني. يجينا مع عند كمال عويج يقول اسكو تمنيت تخدم على سامي الفهري واولاد مفيده، وكان نعم شنو الدور اللي تراه مناسب ليك في التمثيل؟ ولاد مفيده والله لا تفرجت في حتى سيزون، رغم اني نسمع عن النجاح الساحق نتاعو يعني بالزهره ومش بالعانيه، لانه هو يتعدى في رمضان وانا تنبك خدمتي رمضان، يا اما نعرض يا اما نبرف. وثم انا مدير ثقافه ببلعسل، عندي المهرجان تاعي في ومن بعد نجي نقول نتفرج على اليوتيوب، ما نتفرجش. يشرفني باش نخدم مع سامي الفهري. اولاد مفيده ما نعرفوش، ما نعرفش شنو الدور اللي كان ينجم يعطيولي، اما يشرفني على الاخر نخدم مع سامي الفهري، انسان ناجح. ما يهمنيش في التجاذبات الاخرى، اقنع من 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 اللي بدا يعمل في الاخراج اليوم، اقنع اللي هو مخرج ناجح وسيناريست ناجح وطلع برشا ممثلين، ويشرفني برشا باش نخدم معاه ويكون فخر ليا. ممتاز، يعني كي تجي بروبوزيسيون من سامي الفهري المنان عبد القوي دونك نجم نراوك في طبعا يبدا دور حلو ويناسبني وكل شيء يشرفني برشا. يعني هنا على الادوار مش على الاسامي، مش على اسم المخرج، تمشي على هو اسم مخرج توا ولا باهي زاد سامي معناها بدا عمل اسم مخرج باهي وي اوسي. لا انا ما نمشيش على اسم المخرج من الاول، انا حتى كان عيط لي مخرج عمره 25 سنه وعملتها، معناها عيط لي مخرج عمره 25 سنه والدور يعجبني نوافق ما قلقنيش. زيادة الخير ما فيها دم، كي يبدا مخرج زاد ناجح ومسلسلاته ناجحه ريزون دو بلوس باش نوافق. بوركوا با.